والآن معنا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات. أهلا بك سيد نزار على نشرة أخبار المملكة. لماذا جاء إصدار هذا البيان الآن من جانب المؤسسة؟ يا ستي صباح الخير. حقيقة يعني جاء هذا البيان لتوضيح ما تم تداوله من كتاب كان مرسل لمعالي وزير الصحة. بداية اسمحي لي أن أبين ماهية هذا الكتاب. منذ بداية تسجيلنا للمطاعيم والعمل على التسجيل الطارئ للمطاعيم، يوجد هنالك متابعة يومية وتقرير يومي يصدر من المؤسسة الرقابية الحصرية وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء بما يخص المستحضرات الدوائية بما فيها المطاعيم. هنالك تقرير يصدر بشكل يومي ويتم إطلاع معالي وزير الصحة بصفته هو رئيس المظلة الصحية في الأردن، إضافة إلى أنه رئيس مجلس إدارة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وللحفاظ على مصداقية المؤسسة يتم إعداد هذا التقرير بما يتعلق من آثار جانبية ومتابعة يومية على الصعيد المحلي والدولي، ما هو متأتي من المنظمات الصحية العالمية زي المنظمة الصحة العالمية وكذلك الوكالة الأوروبية الدوائية. اليوم هذا الكتاب اللي تم تداوله بالأمس هو عبارة عن كتاب من سلسلة كتب يتم إنجازها وإخراجها بشكل يومي لبيان واقع الحال بما يخص الآثار الجانبية المتعلقة في المطاعيم بشكل عام. لذلك كان هنالك توصية من خلال هذا الكتاب للجهات المسؤولة الصحية في الأردن اللي مسؤولة عن عملية إعطاء المطعوم توضح فيه القراءات الرقمية بما يخص الآثار الجانبية وما هو موجود من مقترحات علمية تصدر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الأمر كان يتعلق في موضوع التجلطات وما يشوب هذا الموضوع من كلام ربما يكون معظمه غير دقيق، لذلك وجب علينا التوضيح من خلال هذا اللقاء على قناتكم الكريمة. الشيء اللي واضح في الادعاءات والكتابات والإشاعات التي تدور بأنه هذا المطعوم له علاقة وثيقة بموضوع التجلطات. الدراسات اللي سبقت التسجيل وما بعد تسجيل هذا اللقاح بيّنت بأنه هنالك نسبة 1.5 كل 100,000 حالة قد يكون هنالك تجلطات دموية. الآن هذا الرقم متواضع جدا ولا يثني حقيقة أي جهود باتجاه درء انتشار وباء كورونا من خلال إعطاء المطعوم، هذا علميا. بما يخص موضوع الكتاب هو مستمرين إحنا بتزويد الجهات المختصة في تقارير يومية. الناس اللي يعني ممكن يكونوا عرضة وضحناها من خلال الكتاب إنه هاي الفئة قد تكون لديها القابلية لموضوع التجلطات. الدراسات المحلية تبين لنا بأنه 144,000 حالة تم إعطاء هذا المطعوم ولم تسجل أي حالة مخالفة للآثار الجانبية المتوقعة. وعالميا النسبة لم تزيد عن 1.5 بالمئة ألف حالة من إعطاء المطعوم. دكتور سؤالي من شقين، هل تم سحب الكتاب؟ بالإضافة إلى السؤال الآخر قلت بأن النسبة 1.5% التي تحدث لها تجلطات دموية، طيب الأشخاص اللي لديهم أصلا تجلطات هل يستطيعون أخذ واحد ونص بالمئة ألف بالمئة ألف؟ نعم، لكن كل مئة ألف حالة 1.5 حالة. نعم طيب. نعم طيب أستاذ نزار، يعني الأشخاص اللي أصلاً عندهم كان لديهم تجلطات هل يستطيعون أخذ اللقاح؟ هذا أول شق. الشق الآخر، هل تم سحب الكتاب؟ هل تم سحب الكتاب الذي تم إصداره أو التوصية التي تم إرسالها إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية في 25 آذار؟ الكتاب لا يسحب لأنه هذا كتاب يومي يصدر بتقرير من المؤسسة ولا يوجد داعي لسحب كتاب أو التراجع عن إبلاغ الجهات المعنية بأي معلومة ترد للمؤسسة أو يكون هنالك رؤية لوضع الجهات الصحية في وضع خاص معين للمطعوم. ما نتحدث عنه أنه احتمالية الإصابة في تجلطات دموية ضئيلة جداً
ولا تستدعي إيقاف المطعوم، وهنالك دول متعددة وعلى رأس المملكة المتحدة وأستراليا والهند وفرنسا والعديد من الدول لم تقم بإيقاف هذا المطعوم، وإذا كان هنالك ما يستوجب إيقافه راح نوقفه إذا كان هنالك آثار غير متوقعة، وإذا كان هنالك احتمالية عالية جدا للإصابة بالتجلطات. وأنا سبق أني وضحت الموضوع هذا، إنه الجهة المختصة في إيقاف التداول ستكون المؤسسة، فبناء على أنه تم اعتماد هذا المطعوم ولم يرد إلينا شيء واقعي ملموس حقيقي بأنه هنالك آثار جانبية تؤدي إلى إيقاف هذا المطعوم، لن يتم إيقاف هذا المطعوم. لك أستاذ نزار، أنا سؤالي واضح، الأشخاص الذين عانوا من تجلطات سابقة هل يستطيعون أخذ اللقاح؟ الموضوع التجلطات مبني على تقدير الحالة ستعرض بالبداية، وهنالك مصفوفة يتم سؤال المريض عنها، ومن خلال مراجعة ملفه المرضي وتاريخه وسيرته المرضية بالعادي يتم أخذ قرار في إعطاء هذا المطعوم من قبل الجهة اللي بتنفذ إعطاء المطعوم اللي هي كوادر وزارة الصحة، وأنا أجزم بأنهم يعني حريصين جدا على معرفة إذا كان هذا الشخص معرض ولديه يعني إحنا بنسميها الريسك فاكتورز، العوامل اللي ممكن تساعد على إنه يصير في تجلط أم لا. نعم، طيب أستاذ نزار، يعني هل تم رصد الأعراض الجانبية للقاح أسترازينيكا مقارنتها أيضا مع اللقاحات الأخرى كاللقاح الصيني كأيضا فايزر موديرنا، وهل هي أقل أم أكثر من اللقاحات الأخرى؟ قسم اليقظة الدوائية اللي موجود في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يرصد الآثار الجانبية، ومن خلال رابط إلكتروني تم تعميمه سابقا لكل من يأخذ المطعوم، وبناء على تحليل ما يرد إلينا من معلومات من المواطنين اللي أخذوا المطعوم لا يوجد هنالك آثار جانبية غير متوقعة، يعني سوى ارتفاع في الحرارة أو ألم عند الوخز أو شعور بإعياء عضلي، وهي آثار جانبية متوقعة مع المطعوم سواء كان أسترازينيكا أو غيره من المطاعيم اللي تم السماح لها بالاستخدام الطارئ من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي هذه الآثار ليست خطيرة وضمن المتوقع من أن تكون ضمن الآثار الجانبية المتوقعة، وبالتالي لا يوجد داعي للتخوف أو لأخذ قرارات تستوجب إيقاف المطعوم سواء أسترازينيكا أو غيره من المطاعيم المسموحة. طيب بخصوص آلية التبليغ الإلكتروني، هل هناك آلية أكثر نجاعة من الرابط الإلكتروني للتبليغ؟ يعني احنا بنعتمد على استقاء المعلومه الراجعه من اللي اخذ المطعوم، ايضا هنالك وزاره الصحه لديها كوادر من خلال فرق التطعيم بتاخذ فيدباك، تاخذ تغذيه راجعه من المواطن، كل هاي المعلومات يتم دراستها وتحليلها والخروج بالنهايه بقرار، احنا قراراتنا بياناتنا واضحة وشفافة. نعم. وفيها محافظة على المصداقية، وأيضا نعم. يعني بهمنا كثير وهذا أهم ثقة شيء المصداقية والشفافية أكيد الدولية. نعم. المعنية نعم، خصوصا في هذه المرحلة. نعم. الحساسة والحاسمة أهم شيء المصداقية والشفافية. شكرا لك، كنت معنا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، شكرا لك، يعطيك العافية.